خنيسي في العدد الشخصي، عم يتصدى عاطف، خنيسي تخيلي، طه ياسين، جول! طه ياسين الخنيسي، عاداتك يا هداف، عاداتك الشباك، طه ياسين يسجل الهدف الأول، يهز الشباك 1-0 في قمة العاصمة التونسية. الخنيسي من علامة الجزاء يضرب قوة، 1-0 هدف أول للمكشخة في شباك عاطف الدخيلي، ثالث الأهداف التي تهتز لها شباك النادي الإفريقي هذا الموسم في البطولة وفي الأشواط الأولى. الخنيسي يسدد على يمين الدخيلي، 1-0 هدف أول في المباراة، ونقص عددي للنادي الإفريقي في أول نصحية في الدربي رقم 23. اللاعب الوحيد من الفريقين في البطولة المحترفة اللي يوصل لهذا الرقم على مستوى المشاركات في الدربي، وسام يرفع الكرة خطيرة على دفاع الترجي، تعود باسيرو كوبورا، هدف التعادل، هدف التعادل، الجزيري فخر الافريقي، الجزيري يضرب، الجزيري سجل 1-1 في سيناريو غير منتظر للترجي، عودة بروح الإصرار بهدف المدافع فخر الدين الجزيري، هدف مقابل هدف، هدف المدافع فخر الدين الجزيري، يعيد ترتيب الأمور، يعيد الدربي لنقطة البداية، ارتباك دفاع الترجي في كرة ثابتة، باسيرو يمهد والجزيري في مركز قناص مركز 9 راس حربة يضع الكرة في مرمى معز بن شريفية، 1-1 مع نهاية الشوط الأول، يسجل الفريق